بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أخي الحبيب، صور لا تستغني عنها في حياتك. الحقيقة كلام الله كله رائع، والقرآن كله شفاء، وكله موعظة، وكله رزق، وكله فرح، وكله سعادة واطمئنان. الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه السور ينبغي على كل مؤمن أن يحفظها أكثر مما يحفظ اسمه، لأننا جميعا أخي الحبيب سنموت وسنكون في قبر مظلم، ولن تجد إلا نور القرآن. القرآن هو الوحيد الذي يدخل معك إلى القبر بالإضافة لعملك، سواء كان سيئا أم حسنا. القرآن ينير لك هذا القبر. تخيل أخي الحبيب أنك ذهبت إلى مدينة لأول مرة تدخل فيها، وليس معك نقود أو طعام أو لباس أو وسيلة مواصلات. ما هو حالك؟ ستكون مشردا. أنت ذاهب إلى حياة البرزخ، ليس فيها مال، ولا ينفعك أي شيء إلا العمل، وعلى رأس هذه الأعمال هو القرآن. لذلك هذه السور على رأسها أعظم سورة من القرآن، وطبعا كلنا يحفظها، ولكن ينبغي أن نتقن حفظها. سورة الفاتحة، طبعا كل مسلم يجب أن يحفظها، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وهي أعظم سورة من القرآن، والله من بها على حبيبه صلى الله عليه وسلم عندما قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن هذه السورة هي سورة الشفاء، وهي رقية، وهي أيضا إذا أكثرت من قراءتها من أجل الرزق، وإذا أكثرت من قراءتها من أجل الشفاء، ومن أجل فك ويعني فتح الأبواب المغلقة ولعلاج ضيق الرزق. دائما نقرأ سورة الفاتحة سبع مرات. طيب، نحن نعلم أن السورة التي تليها مباشرة سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. هذه السورة تعدل ثلث القرآن، يجب أن تقرأها كل يوم ثلاث مرات على الأقل، فكأنما ختمت القرآن، وهذا ما أكده حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لماذا هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ لأنك تشهد أنه إله واحد، وتشهد أنه لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لا أحد يكفيه، يعني الله يكفي كل شيء. الله يكفي عباده، الله يرزق عباده، الله يشفي عباده، الله يكشف الضر عن عباده، ليس بحاجة لأحد، وهو الصمد أيضا الذي يلجأ إليه في الشدائد. إذن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. سورة الكافرون سورة مهمة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر السنة، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، فمن قرأهما كتبت له براءة من الشرك. لأنك ببساطة عندما تقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أنت هنا وضعت قاعدة و حددت هدفك في هذه الدنيا، حددت طريقك، حددت عقيدتك وتوجهك، أنك تعبد الله وأنت بريء من كل أنواع الشرك. الذي يعبد المال أنت بريء منه، الذي يعبد السلطة والشهرة والنساء والدنيا أنت بريء منه. إذن أنت تعبد هذا الإله العظيم وتتبرأ من كل شيء، من كل عبادة إلا عبادة الله الواحد الأحد.
إذن أصبح لدينا أخي الحبيب الفاتحة وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هناك سورتين ختم الله بهما القرآن، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لم ينزل الله مثلهما لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طيب لماذا ختم الله كتابه؟ نحن نعلم يعني ما يسمى بفن التأليف أو فن الكتب أو فن الإخراج أو حتى موضوع، أي موضوع معين، الخاتمة مهمة جدا. أي محاضرة يلقيها إنسان أو معلومة تريد أن ترسخ في ذهن هذا الإنسان، يقولون إن آخر جمل أو عبارات مهمة جدا لأنها ترسخ في الدماغ. طيب لماذا ختم الله كتابه بسورتين فيهما استعاذة بالله؟ ما معنى أعوذ بالله؟ أي ألتجئ وأحتمي بالله وأطلب الحفظ والحماية من الله عز وجل من شر ما خلق ومن شر الوسواس الخناس. فسورة تلتجئ إلى الله فيها من شر الخلق، من شر ما خلق، أي شيء خلقه الله سواء كان إنسان أو حيوان أو فيروس أو مرض أو أي شيء، أنت تطلب الحماية منه من الله سبحانه وتعالى، تطلب الحماية من هذا الشيء وتستعيذ بالله، أي تلتجئ. يعني عندما تقول أعوذ بالله يجب أن يكون في ذهنك أنني ألتجئ وأحتمي وأطلب الحفظ من الله عز وجل. فسورة تستعيذ بها من تستعيذ بالله من شر كل المخلوقات، وسورة ثانية تستعيذ بالله من شر المخلوقات التي لا تراها وهي الجن. نحن لا نرى عالم الجن أيها الأحبة، ولا نعرف ولا نشعر بهم، ولكن هذا العالم موجود من حولنا، ومطلوب منا بل نحن مأمورون أن نستعيذ بالله من شرهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. لماذا كل هذه المشاكل اليوم في العالم؟ لماذا الشذوذ والخمور وكثرة القتل وكثرة الزنا؟ ما سببها؟ الشيطان، هو الوسواس الخناس. لذلك أنت عندما تقرأ هاتين السورتين كل يوم أنت تطلب حماية من الله عز وجل. والإنسان عندما يحتمي بملك من ملوك الأرض وهو إنسان ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، عندما يحتمي الإنسان بملك من ملوك الأرض يشعر بسعادة ويشعر بالقوة، يستمد قوته من قوة هذا الملك. طيب كيف بملك الملوك وكيف بمالك الملك سبحانه وتعالى عندما تطلب حماية منه وتطلب حفظا منه والله تعهد أنه يستجيب لمن يطلبه ويطلب منه الحماية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هناك سورة سادسة أخي الحبيب، سورة مهمة جدا، هي آخر سورة نزلت على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح. هذه السورة تفتح لك أبواب الخير، تفتح لك أبواب النصر، أبواب التغلب على مشاكلك، التغلب على همومك. إذا كثرت همومك عليك بسورة النصر. إذا أحسست أنك ضعيف وأنك مغلوب وأن يعني أنك مستضعف في هذا العصر المظلم، إلجأ لسورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هذه السورة السادسة سورة مهمة جدا ينبغي أن تحفظها وأن يعني تكثر من قراءتها في حالة الشدائد وفي حالة الضيق وفي حالة الهم والغم. طبعا هذه سور قصيرة كل واحد يستطيع أن يحفظها، ولكن هناك سور طويلة ولكن مهمة جدا، و
كتب الله يعني تشفع لصاحبها. سورة 30 آية يعني بحدود صفحتين ونصف، شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. طبعا ماذا يعني أنها شفعت؟ يعني هذا الرجل لديه من الذنوب ما يكفي لإدخاله النار، ولكنه بسبب حرصه على هذه السورة العظيمة وحرصه على قراءتها كل يوم غفر الله ذنوبه ببركة سورة واحدة صفحتين من القرآن، سورة تبارك. تبارك الذي بيده الملك، هي سورة تبارك أو سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طيب، هناك سورة أيضا عظيمة جدا لا 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 يستطيع أي مؤمن أن يستغني عنها، وهي سورة ياسين. سورة ياسين هذه السورة العظيمة التي فيها من المعاني، هي سورة الشفاء على فكرة، سورة الشفاء وسورة الرزق وسورة الحماية من الشر. إذن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كأنما عندما تقرأ هذه السورة تقول يا رب اجعل بيني وبين كل من يريد بي شرا، اجعل بيني وبينه حاجزا وحماية وحفظا، اجعل على بصره غشاوة، واجعل بيني وبينه سدا لا يصل إلي. إذن سورة ياسين سورة الشفاء بامتياز، وهي طبعا إذا أردت أن تقرأها عبارة عن 10 دقائق أو ربما أقل، يعني ليست صعبة أخي الحبيب. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بدأت بتعريفنا بأهمية هذا القرآن وبقسم من الله، الله يقسم بكتابه العظيم أن هذا الرسول على صراط مستقيم. إذا لا تشك أخي الحبيب، لا تشك أبدا برسالة الإسلام. وختمت بقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، ختمت بالرجوع إلى الله. وكأن هذه السورة تقول لك أنت ستعود إلى الله عاجلا أم آجلا، شئت أم أبيت، الرجوع إلى الله. لذلك يجب أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه السور الثمانية المهمة جدا، أنا أنصح بحفظها وليس بمجرد الاستماع إليها، بحفظها، لأنك أخي الحبيب ستجدها نورا في قبرك. ستجد يوم القيامة أن الله عز وجل أن القرآن يأتي يدافع عنك، يحاجج عن أصحابه، يحميك من ذنوبك. الإنسان مكبل بذنوبه، يريد أن يحتمي بشيء، القرآن يحميك. لماذا؟ لأن القرآن هو كلام الله ليس كلام بشر. وبالتالي يعني هذه السور الثمانية ينبغي أن نحفظها، بالإضافة أننا نستمع لكل القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله شفاء لنا من كل داء، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.